الأسبوع بريمكو ويك بدنا نضوي على عمل كتير مهم بالشركة هو الموبايل وركشوب، وأكيد كل التفاصيل مع زميلتنا بالستوديو اليوم ليلى قنطار من شركة ريمكو. هاي ليلى، أنت إنجينيرينج مانجر أكيد بالشركة، شركة رسام يونس موتور كومباني، أنت وكلاء ديسان جي إم سي وكاوازاكي كدرجة نارية. طبعا اليوم معنا هالفان الحلو، بدنا نحكي أكثر عن الفكرة اللي أطلقتوها أنتو الموبايل وركشوب. خبرينا من وين اجت الفكرة، وقد ايه اليوم عم بتسهل حياة كتار من الزبونات اللي ما عندهم وقت يجوا على السيرفيس سنتر. كل العالم تعرف قد ايه ريمكو بتسعى لتأمن حاجات زبوناتها وترضيهم، نعم، بالطريقة المناسبة وبالوقت المناسب. من هون اجت فكرة اطلاق الموبايل وركشوب. نعم، الموبايل وركشوب هو عبارة عن فان سيرفيس سنتر على فان، يعني اذا بدنا اذا بدك هو صوره عن جراجات شركه رسامنا يونس. اوكي، الهدف منه نقدر نامن الصيانه الدوريه والفحص اللازم لكل سيارات نيسان انفينيتي جي ام سي بكل المناطق اللبنانيه، وين ما تكونوا بشغلكم باتصال واحد على ال 1599. تجي السياره لعندك، بتشوف شو بدها سيارتك، بنعمل لك كل شيء لازم للسياره. طيب كل شيء كسيرفيس ورا الاساس الاساسيه، مثلا كغيار زيت، يمكن غيار فلترات هواء، قصص يعني بديهيه بالسيرفيس. كل شيء بيريودك مينتنس، يعني صيانه دوريه. في بتبلش من غيار زيت وفلتر، فلتر هواء، فلتر بنزين اذا موجود. نايس. فلتر بنزين بالسياره، من غيار بوجيات لقشط بالسياره. على كل حال انا حابب اشوف معك مع المشاهدين شو في بداخل هالفان الموبايل وركشوب، وعم نشوف فعلا عده كامله. ليلى فرجينا اذا نحكي اكثر عنها. اذا بنحكي عنها، الفان مجهز بكل الادوات اللازمه الحديثه لحتى نقدر نشتغل بسياراتنا بالشكل الصحيح والمضمون والطريقه الافضل. كل شيء له علاقه بالفرناج كمان عم نشوف. هذا اللي شايفينه قدامكم هو الكاز الاحمر، هو عباره عن كل التورز يلي الفنيين بيستعملوهم لفحص السياره او لغيار حياه لقطعه بالسياره. فينا نشوف حدا الستاندات اللي موجودين، هن كل الجينوين بارتس، يعني القطع الاصليه يلي بنستعملهم بسياراتنا كرمال نكفل حيلا عمل بيقوم فيه الفني بالسياره ونضمن طريقه التصليح. كمان في عنا هذا الفان منه بحاجه لحيلا شيء، كل شيء مأمن بقلبه، حتى الكمبرسر جنريتر كله. نعم. موجود بقلبه. عم نشوف هون كمان ماندي تو فرايدي من 2:30 ل 5 السبت، يعني حتى اوقات بالنسبه لكل العالم. نعم. يعني بحيلا وقت بنهار الزبون بحاجه نروح نعمل له سيرفيس لسيارته، مجرد ما يدق لنا بياخذ ابوينتمنت من عندنا على 1599 اكستنشن 159، بنكون عنده بالوقت يلي هو بيناسبه. قد ايه اليوم هيدا الشغله عم تفيد، يعني قد ايه عم تفيد زبوناتكم وعم بتخلي ريم كل يوم سباقه بهالنوع من السيرفيسز؟ حضرتك بتعرف انه كنا اليوم باشغالنا ما معنا وقت. صحيح. ما معنا وقت نروح ما عجقت السير، كان بدنا نحسبها هيدي ضمن دوامنا للاسف. يعني عنا ساعه ونص كل يوم بدنا نزيدها بالروحه وبالرجعه على نهارنا. فنحن ريمكو على طول بتهدف انه توفر وقت وتعب وعلى الزبونات، فقررنا نحن نروح لعندكم وين ما تكونوا بحيال وقت بدكم اياه، من خلال دوام العمل اللي عندنا يوم 7:30 للأربعة، بنكون عندكم وين ما بتكون، ان شاء الله بالشغل بالبيت، ان شاء الله تكونوا على البحر وين ما بتكونوا. ايه بس ما بدها يمكن موقف معين، مش مثلا اذا كان صافي في السياره على الطريق ما فينا اكيد نطلب السيرفيس سنتر الموبايل وركشوب. مهم يكون في الا محل يكون في سبيس يقدر يوقف الفان فيه. ونحن كل حتى في عندنا ليفترز، في نقدر نرفع السياره لنشتغل فيها، كل الادوات اللازمه لحتى نأمن الصيانه للسياره موجودين بقى. اكيد على كل حال شغله تلفت بتصور، يعني اليوم اذا عم تشوف اجى الموبايل وركشوب على السياره بتعمل ضجه مطرح ما هي، يعني بتشوف السياره عم ترفع، الشباب عم يشتغلوا فيها. هذا اللي يدل كمان على الترانسبيرنسي اللي عندنا اياها بالشغل. نعم. ما عندنا مشكل كل الزبونات يشوفوا كيف عم نشتغل بسياراتهم بالطريقه اللي مضبوطه. على كل حال رح نشوف كمان معك ليلى بارت الخلفي. اوكي، داخل هالفان للموبايل وركشوب ريمكو.
هون مثل ما عم نشوف هودي مكانات الجرايندينج ديسك، يعني مكانات جلخ الديسكات، حتى جبناهم حطيناهم بالفان لحيالا. كلنا بنعرف انه من السيرفيسز يلي بينعملوا على السياره هن غيار فريمات اكيد، جلخ ديسكات، بقى مأمنين احدث اذا بدك احدث ماشين للجلخ الديسكات موجوده هون، لحتى كمان نأمن، تعرف الفريمات هن السيفتي تبع السياره اكيد، لحتى نأمن على زبوناتنا يكونوا عم يسوقوا سياراتهم بالطريقه المضبوطه. انا كمان خبرتي كبيره بهالمجال، انت دارسه هالمجال هيدا بدنا نذكر. نعم. وك انجينير بتعرفي بتصور حتى بالادق الديتيلز، اكيد شغله كثير مهمه. اليوم عم نشوف كمان مثل ما قلتي ماشينات كثير حديثه مستعمله بهالموبايل شوب والورك شوب، كله لخدمه الزبون بافضل طريقه ممكنه. يلا بنسكر الغطاء الخلفي، رح ساعدك انا بالموضوع. وبحب شدد كمان على فكره انه هذا الورك شوب، الموبايل ورك شوب، رح يكون مجهز بفنيين مختصين بيخضعوا لتدريبات عندنا بالشركه ليقدروا يشتغلوا بالشكل المضبوط والصحيح بسيارات نيسان انفينيتي والجي ام سي. او اكيد عم بكون محجوز بتصور كل الجمعة، بقى بدها موعد من قبل بوقت. صحيح، لازم تدقوا تاخذوا ابوينتمنت لنقدر نكون عندكم بالوقت اللي بيناسبكم، اكيد بدوام العمل من 7:30 ل 4 مثل ما ذكرنا قبل. وكمان بحب زيد شغله، انه بما انه السيارات اللي عندنا عم تزيد التكنولوجيا فيها وعم تصير متطوره اكثر واكثر. نعم. فكمان فيها جهزنا الموبايل ورك شوب ليكون مترافق مع كل التكنولوجيز اللي عم يكونوا بالسيارات، مع كل الستبس يلي بتتطلب ما بعد الصيانه تكون عم تصير على السيارات اللي عندنا. بيرفكت، ثانك يو ليلى على كل هالشرح المفصل عن هالموبايل ورك شوب شفناه على الفان المجهز كليا مثل ما ذكرنا، وشفنا باحدث الماشينات لصيانه سيارات نيسان انفينيتي وجي ام سي. بتشكرك مره جديده على وجودك معنا، تابعونا هالاسبوع مع ريمكو ويك اليوم باوتو فوكس. بتحب تزيد شيء اخر شيء؟ بحب ادعي كل الزبونات. نعم. انه يستفيدوا من الخدمه اللي عم تقدمها ريمكو ويدقوا على ال 1599 لحتى ياخذوا موعد ونروح نحن لعنده لنأمن لهم كل حاجاتهم. وبحب زيد انه هيدا الموبايل ورك شوب هو صوره عن كل جراجاتنا يلي موزعين بلبنان، من الزوق لمونو للشيح يلي هو فرعنا الرئيسي لشوي فات الفرع الجديد اللي فتحناه من جديد. شكرا لك مشاهدينا، الى اللقاء.